هذه حجر طبيعي، هذه الآن هذه 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 بالضبط هي نفسها هذه بعد الصقل. يعتبر العصر الطباشيري. عجيب عجيب. ما كل ملايين. إيه دائما لما تقول ملايين السنين ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا مجسم لا منعيه. مجسم. هي الأحاديث أخذ من الأحاديث وجدت الترينوبايت اللي عبارة عن ثلاثية نصوص يسمون ذات النصوص. طيب. ثاني أهم محفورة هذه هذا مجسم طبعا. ثاني أهم محفورة. بالعالم. ها ها ها. موجودة عندي شوفوا الناس ما تكون عمرها ملايين السنين. 165 مليون. 165 مليون سنة. محفورة على المرشد العصر الجراسي. أبغى لكم مثل بالبيئة. إيه. روم قلت لك على الفقع. هاي قلت لك على عصر الجراسي. ها لما يقولون عصر الجراسي ها. هذا مو حلزون يعني. كل هذه ترى حافير. هذولي هذه الطاولة كلها لاقينها في تمير. عم خلاص خلي يقول لك عن القواقع اللي لقاها بالزلفي. إيه. بيقول مساع بيجي دور الزلفي. هذه من منطقة الجوف. أصداف. وهي كانها متجمعة على بعض. سبحتها بالسمسم مضغوط. إيه سمسم مضغوط. سمسم أو فول السوداني مضغوط هذا نفسه مضغوط. لأنها متشابكة بعض. هذه من الزلفي. هذه من الزلفي. المساجيات العمر الجراسي الأوسط 165 مليون سنة. وين الحين وين هذه؟ هذه بالزلفي. هذه مصقولة. المجموعة هذه كلها. هذا بحثك انت إيه؟ انت شخصيا هو اللي يجمعهم بكره نطلع سوا يلا لا وبالشكل هذا يعني كل يوم تطلع ممكن تلقى بكره لا فرصه لو انك تطلع مثل 10 ايام تجد ولا لا ما شاء الله يعني موجود بكثره بعد شوف بكره ما شاء الله تبارك هناك شوف المصراعين صدق بلعص ذات المصراعين وهذا مصراع يسمى من الأصداف هذه عمرها 165 عصر جراسي بالزلفي ما شاء الله بالزلفي أين ذوات المصراعين كلهم هذول يعتبرون من فئة ذوات المصراعين هذا المحار تعرفونه هذا المحار طبعا مع مرور السنين هذه كلها يتحجر ملايين السنين هذا وجه شرب الزلفي وهذا مجهول من سمين عجيب بصراحة العم لو شخص عادي يشوف هذه الحجارة يقول صخرة يمكن ياخذها ويرميها الباحث اللي مثلك يميزها من ناحية شنو من ناحية الأشكال ولا يطابقها مع أشياء ثانية أنا أعرف شكلها أعرف ها ما شاء الله من الخبرة هذين عن واحد غشي مشوفه يقول صخرة هذه الحين هذه الحين كلها ما همك إلا هذه الجزئية تحديدا عجيب يعني أنا هذا ممكن هذا حلزون ممكن أشوفه بالحجم هذا عندنا بالبحر يعني هذا ممكن نجد نفسه بس هذا حلزون كامل هذا وين وجد هذا؟ هذا من تمير شوف من تمير أنا لاحظتك العم تقول بو تمير أكثر يعني هل تمير فيها ولا بحث فيها أكثر؟ لا تميز المنطقة متكون التمير تتكون بالمحار تتميز بالمحار وبالقواقع الحلزونية وبالنتولاية عجيب هذا كله بتميل اي موجود هو البحث كان بتميل لكن موجود شرق الجنة عجيب 530 مليون ما شاء الله هذا ياسر عمره 530 مليون هذا العصر الكمبري موجوده بالقصرين هذه مستورده من المغرب ها هذه الحين المستورده لكن الاثر حقه جره هاي جرته هذه من تبوك هذول من القصيم هذه من حائل هذا نفسها حشرات؟ لا هذا الجرة هي تعيش بالماء؟ ايه محفورة المفتة العصر الجراسي هذه الحين حقيقيات اللي هناك واللي ورتنا اياها هذاك مجسم هذه حتى هي مشهورة الشكل موجود دائما على الكتب وغيره ايه مشهورة شنو اسمها؟ الأمونايت أو أمونيكات هي عبارة عن شنو؟ قوقعة لكائن رخوي منقرض منقرض رخوي عملاق يا صديقي اللي سجل رسمي متر و8 سنتي قطعه
وهذا هو متحجر. هذا متحجر، هذه مكسورة قصيتهم أنا. هذا. هذه مكسورة قصيتهم أنا، هذه محفورة عشان تطلع الغرف الداخلية تتضح. هذه الآن تشوفها. أوريك النوادر. شنو شلون رأيكم؟ كأنها شنو؟ كأنها شنو؟ كأنها شجرة أو جذع شجرة. وهي بالواقع فعلا شجرة ولكن متحجرة. طبعا ملايين السنين. واضح شجرة، شجرة صخر متحجرة. ما شاء الله تبارك الرحمن، العم خليف العيد متخصص في الجيولوجيا وهذا النوع من الحفريات والأحجار وغيره. أنا بس اللي يعني اللي أتوقعه هو بالكم، والآن أنا مسح قاعد أفكر قاعد أقول شلون صخرة شلون حطبة أو شبه تتحجر، أو شلون مثلا أي كائن مثلا مثلا شفنا أوراق الشجر متحجرة، أو شلون تتحجر؟ يعني هل تتحول إلى حجر؟ طيب أوكي، ليش أي ورقة ما تتحول إلى حجر؟ ليش أي خشبة ما تتحول إلى حجر؟ الحين خشبة لو تخليها هني هذولي ملايين السنين، طيب ليش مو أي خشبة تتحجر؟ التحجر اللي فهمته بساعة صراحة إنه مو معناته هي تحولت إلى حجر، لا، هي موجودة في مكان جاء عليها رواسب ولنفرض طينية مثلا، وهذه شوي شوي تحولت إلى أحجار إلى غاية ما هي نفسها ماتت وحلت محلها بنفس نقشها وبنفس شكلها الأحجار. فلما تشوفون الحلزون مثلا، هذا مو الحلزون، الحلزون انتهى راح، هذا الحجر والترسبات اللي صارت حوالينها لغاية ما تحجرت وصارت شنو مكانها. نفس الطريقة الخشبة، نفس الطريقة كل هذه الأشكال. أبو سالم، هذه إذا شفت العرق بالقاع بالجبل فيها المادة هذه حوله تجيك مثل هذه اللي. الباحث بالآثار أبو عايد. تصير فيها الألماس. زين أبو عايد، من متى أنت خبير بالآثار؟ محمد أنا أقعد لي مرات يمكن حوالي 4 ساعات 5 ساعات من اليوتيوب لبرامج أدش جو. وعارف وأنا عندي شغلات، عندي نيازك وعندي كوارتز درجة ثلاثة اللي هو العربي يسمونه الكوارتز العربي. قلت لك إنه باحث جيولوجي عندي موجود. إيش رأيك؟ ترى قبل 10 دقائق كنا بالسكراب، باحث خبير سكراب. خبير العرب. بعيد قبل شوي كنت بالسكراب خبير بالسكراب. قبل شوي كنت لاحظت شوف شلون. هذا شنو؟ خضار. شوف هذا نسبة مثل نسبة الحديد يصير. أنا أقول أدعو المشاهدين يقولون ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله. أي بس ما شلون النقاط فيه؟ يعني العم إيش رأيك في خبرة أبو عايد صراحة؟ يعني مبتدئ. أقل مبتدئ. فيه بركة والله تقييم جميل، فيه بركة. هذا اللي انا لقيت مثلهم، بس مو هذا. وهذا حلو، هذا حلو جميل. هذا والله عندي هو شوي بس هو سر الرجال خبير. الصبح انا وياه يسولف عن شاي، وافضل شاي. وصلنا مرحله عاليه شوي، يعني بده هو يعلم العم خلف، يعني بده هو يصلح معلومات. والله ابو عايد طلعت والله ما شاء الله تبارك الرحمن خبره. إيه. الله يبارك لك. تعرف سعد الدكاتره بس اخذ اغلام من كل موضوع. إيه. سموه سعد الدكاتره ونعم. إيه. مو دكتور، هذه مسلسل كان اسمه مو دكتور، دكاتره. إيه. مسلسل سعودي اسمه سعد الدكاتره، بدز لك اياه وتشوفه انت هلا. الدكاتره ابو عايد ونعم.